ده كان في عدة مسيرات كانت منظمة لميدان التحرير من مسجد الاستقامة في الجيزة، من ميدان مصطفى محمود، من جامع الفتح في رمسيس، بالإضافة لمسيرة كذا مسيرة للألتراز، يعني سواء الجم من النادي الأهلي أو الجم عند نادي الزمالك. كل ده للمطالبة بشيء، يعني المطالب كلها متوحدة عليه، وهو قانون العزل السياسي. احنا مش شايفين ان شفيق له مكان في النظام السياسي المصري او في الانتخابات، وبنطالب بعزله، وفي نفس الوقت بإعادة محاكمة حسني مبارك. مسيرات النهارده مطالبها متوحده حوالين الاتي: ان قانون العزل السياسي، استبعاد شفيق من الانتخابات، اعاده محاكمه حسني مبارك، اعاده محاكمه نجليه وحبيب العدلي والسته المساعدين بتوع السفاحين اللي تم تبرئتهم مؤخرا. المشتركين الثوريين بيدعوا لقيام جبهة وطنية ثورية، واحنا بنؤيد مطلب المجلس الرئاسي المدني. احنا هنقاطع جولة الإعادة لو ما تمش تفعيل قانون العزل السياسي. بكل بساطة مش هينفع ان شفيق يكون ليه مكان في النظام السياسي المصري.